مساء الخير لكل الجميع في جروب 1 2 3 4 والجروب العالمية تبع مبادرة الحقوق اللاجئين الأفارقة. كيف أخباركم؟ أسلمكم كله بدون فرص. أولا عايز أتكلم بالنسبة لل الأخبار اللي بيجري أيامات ده، في أخبار يجري أيامات بالنسبة للحكومة الأمريكية، اتقرر عشان ينفذ الموضوع التوطين اللاجئين لأمريكا، التنفيذ يعني. ده أكبر، ده ليس أكبر جديدة، أكبر ده حكومة أمريكية وقعوا على ورقة سنة الفاتت، والسنة الفاتت أنا نزلت الأخبار ده في جروب مينا وكل الناس فاهم الخبر ده. ده وقت التنفيذ 100 وكم ألف لاجئ على مستوى دولي ده، يعني كل مفاوضيات هيستفيدوا من هذا البرنامج توطين أمريكي ده. لكن هل هناك لاجئين الأفارقة في مصر هيستفيدوا؟ إننا نرد نعم ولا. بالنسبة للنام لاجئين الأفارقة يستفيدوا، لكن أنتوا عارفين المكتب المفوضية في مصر بيشتغل بالرشوة. الكلام ده كتير لأخواننا اللاجئين، عمل الشقاوات في قناة بتاعتنا في يوتيوب و كلمة في الموضوع ده. لاجئين كتير سافروا ودفع فلوس آلافات دولار عشان يسافروا، وهنا بالنسبة للاجئين اللي يدفع وقبل ما ياخد التوطين، كلام ده غلط، كلام ده ضد القوانين قوانين المفوضية ذاتها. لكن المفوضية مصر بيشتغل كده، بيشتغل غلط. وتاني حاجة، المفوضية مصر ما عنده النية عشان يدخل اللاجئين بتوطين. المكتب مفوضية مصر ده آخر مكتب مفوضية بيدي نسبة قليلة بالنسبة للتوطين للناس. هما في دماغهم عمل برنامج مفوضية مصر لبرنامج خش والنفاق بس والعبودية بس. وبرنامج مفوضية مصر ده عشان يخزن اللاجئين في مصر بس، ما عشان يسفرهم. عشان كده تشوف في ناس عندهم أكتر من 20 30 سنة لسه قاعدين هنا. أيوة، ده كلام، ده كلام حقيقة يعني، ما كلام كده يعني. تاني حاجة، المفوضية مصر ما بيكتب تقرير الحماية بتاعت اللاجئين بالحقيقة. إذا المفوضية مصر يكتب التقرير الحماية بالنسبة للاجئين الأفارقة أو بصفة عامة بالحقيقة، أغلبية اللاجئين هيسافروا. أيوة، لكن هم قاعدين بتعديدات بيحددوا اللاجئين بشكل مباشر عن خلال التليفونات، أو التعديد بتاعهم يجي بشكل غير مباشر. الكلام ده إننا عارفين كله وحصل معانا شخصيا برضو كل الكلام ده. لكن هنا البرنامج التوطين الأمريكي ده خليننا اللاجئين الأفارقة زي نينا نستفيدوا، نينا نستفيدوا في حاجة واحد بس، إذا نينا مسجلين في مكتب مفوضية خارج مصر، في أي مكتب مفوضية تاني نينا نستفيدوا في البرنامج ده.
لكن في مفوضية مصر ببرنامج عبودية بتاع، هما ما فاضيين بالنسبة لنا، هما ما فاضيين كلام ده، خليكوش كويس بالدماغ. أما يدي بعد ما توطين للناس بفلوس برشوة زي ما اننا عارفين، أو يكتب تقريرات حماية بالنسبة للاجئين بطريقة غلط. انت تقول لهم كلام كده بالحقيقة بكل الدلائل وبكل المعذرات بكل الدلائل اللي انت لما بتوريهم اللي قسم حماية، هم بيكتب التقرير عكس لاجي هو سليمة، بعدين هم بيخش بيقول لاجي ده مجنون، ولا لاجي ده هو بتاع فوضى. طيب ما الدولة بيديك التوطين ياخدك ليه؟ لما ياخدك عشان يجيبك في الدولة بتاعهم، يعني انت هتجي هناك هتعمل لهم فوضى. عشان كده هم دايما يقولوا ها لاجئين بيعمل فوضى، لاجئين سودانيين بيعمل فوضى، لاجئين الأفارقة بيعمل فوضى، ولاجئين ايه بيعمل فوضى، عشان هم يوثقوا الملف الحماية بتاعتك. والانترفيو والتوطين اللي انت بتعمله في المكتب المفوضية برضو، هما وثقوا الملف بتاعتك. اين دولة هو اللي وافق لك التوطين؟ لا، الدولة الخارجية دي هما خايفين، هما واثقين في التقرير اللي بيجي من المفوضية، المكتب حماية المفوضية. عشان كده اللاجئين ما يقدر يطلب وهما مركنين هي هنا في مصر. والكلام ده إذا نينا خلاجين الأفارقة في مبادرة العقوق، اللاجئين الأفارقة عايزين يستفيدوا من الكلام ده، من البرنامج توطين أمريكي، لازم يعني نينا نطلع نسجل في أي مكتب مفوضية خارج مصر عشان نستفيد، عشان هناك ناس بيشتغل بأسلوب إنسانية بجد. في المكتبات برا ناس بتشتغل بأسلوب إنسانية بجد. في بعض من المكتبات ناس بيمشوا بسجلوا في خلال سنة هم بيسافروا، يعني ناس بيسافروا. حصل الكيس بتاعك، الكيس بتاعتك قوي ومحتاج لحماية ومفوضية مصر ما بيديك الحماية، حماية يديك دولة تالتة عشان تمشي بتوطين، ما هم ما بيدوك الحماية، ما بيدوك الحماية لأنه هم بيكتب تقرير غلط من موضوع بتاع اللاجئين، من الظروف بتاع اللاجئ، بيكذبوا في ظروف بتاع اللاجئ. عشان كده المفوضية الرئيسي برضه ما يقدر يدي توطين أو يدخل اللاجئين في برنامج توطين عشان يستفيدوا في بعد ما الدولة، وبنية لبعد ما الدولة بيستقبل اللاجئين بتوطين هم مرة خايفين. لما تاخرين بيجي أنا لاجئ نفسه هو لاجئ زول بتاع فوضى، ولا لاجئ زول بتاع زول عنده أنجلا نص نص، يعني دماغه مش شغال كويس، يعني هم خايفين برضه. عشان كده التوطين ما بتيجي هنا كتير، وأصلا الهدف بتاع مفوضية مصر ليس عشان يساعد اللاجئين، عكس هدفه بتاعهم السياسي، هم عايزين يضرر اللاجئين. هم شغالين تحت البرنامج الأوروبيين، هم مش عايزين مهاجرين ولا لاجئين في أوروبا. أيوة، المكتب المفوضية في مصر هم شغالين زي حرس الحدود الأوروبي. أيوة، عشان كده ما بيخلي لاجئين يطلعوا عن طريق توطين ولا تلك الوثيقة السفر، هم ولا ما يدوك الوثيقة السفر. عشان كل ده برنامج بتاعهم عشان يوقفك هنا في مصر،
وانت لاجي خليه يفتح ودانك كويس، اسمع الكلام ده، انت لا عندك اسره، انت بتدمر مستقبل الاسره بتاعتك هنا في مصر، عشان انت مصمم لانه هو المكتب ده يعمل لك حاجه، لكن في الاخر ما يعمل لك الحاجه، وانت بعدين ده هتطلع مجنون. ايوه، واولادك يطلعوا مجنونين، واولادك ولا يدرس، اولادك ولا يعمل ولا يعمل، انت تاخد هنا بس عشان تشتغل شغل عبيد وخلاص، ما فيش حاجة تاني. شوف مثلا اللاجئين في أوغندا وفي رواندا، شوف ناس مبسوطين كيف، انت بتشوف الفيديوهات، ناس بيعمل الفيديوهات في الدولة ده، لاجئين مبسوطين كيف. ها، وشوف الفيديوهات بتاع اللاجئين في مصر، في حد مبسوط كده بيعمل فيديوهات، انا لاجئ في مصر انا مبسوط، و المفوضيه بوفر كل حاجه؟ لا، ما فيش. لكن في المكتبات الدوله الافريقيه زي رواندا او اوغندا الكلام ده موجود، وفي لاجئين قاموا من هنا مصر وماشوا هناك سجلوا مبسوطين، في موجود. وطيب نينا نجري ورا حاجة لنينا ما نقدر نمسك، كيف كلام ده؟ كيف كلام ده؟ الغلط يرجع علينا نينا شخصيا. إذا نينا ما عايزين نفهم الموضوع زي ده، الغلط علينا. أيوة نعم، نينا حاجة الواحد عشان نستفيد، عشان ناخد حقوقنا بشكل إنسانية، وعشان نسجل في مكتب مفوضية الإنسانية، مكتب مفوضية في مصر بلاش، مهما كان أي برنامج بتجي يتسجل، والله لما جابوه هنا قال يدي توطين ل50,000 لاجئ هنا، ما تشوف اللاجئين أفريقيا الأفارقة يشوف وكش في البرنامج ده كتير، بكوش أنت شايفينه. لما انت عايز تدور يعني دور كويس، اشوف ده دفع رشوة. ايوه، عشان ناس ديل ما فاضين، مفاضي مصر ليس فاضي للاجئين الافارقة، هو البرنامج بتاعهم برنامج تدمر اللاجئ الافريقي خاصة. ايوه، خلينا نفتح ودان كويس. وعايز أبلغ حاجة هواية تاني، نينا عايزين وحدة في مبادرة حقوق اللاجئين الأفارقة، عايزين نينا لازم يكون علينا وحدة، لما ما فيش وحدة ما نقدر نقدم. وحاجة تاني، أنا كلمت كتير يا جماعة، نينا آلافات اللاجئين الأفارقة مسجلين في مبادرة، لكن ليس هنا القناة بتاعتنا في يوتيوب نينا ما وصلنا 1000 اشتراك، كيف كلام ده؟ ايه كلام ده؟ ايه يا جماعة؟ خليني نسجله كويس، عدد بتاعنا وصل 1000، عشان حتى القناة بتاعتنا يقدر يمون الاخوانا الدوافة اللي عندهم مشاكلات بسيط ومفوضين ما يقدر هلا ليه. ونينا بالنسبة لمصدر الدخل بتاعتنا البخوش بيوتيوب، نينا نقدر نحل المشاكل ده، لأنه أنت تسمع لمبادرة حقوق اللاجئين الأفارقة، الاسم زي ما بقول حقوق اللاجئ الأفريقي، أنت بتسمع الحقيقة بس، ما فيش خشوة ونفاق ده، لا الحقيقة بس. أيوة، خلينا نتمسك كويس في الوداع، ونينا بشوف أيامات الجاي يكون أيامات جميل، وما كتير، ما بقي كتير. في ناس بعد ما اللاجئين، أوه نينا كلامنا كتير، أوه سنتين كلامنا كتير مبادرة وما في جديد، لا في جديد كتير يا أخونا، أخوانا في جديد كتير، خلينا نقول الصراحة.
الصراحة بصراحة أيوة، يعني إذا مبادرة أخوك اللاجئين الأفارقة ما موجود، يعني الحقيقة دي إننا شايفين ده ما هيطلع. العالم ليس يعرف، هناك في انتهاكات بشكل غريب للحقوق بتاعت اللاجئين الأفارقة في مصر، لكن حاليا العالم كله يعرف، العالم كله يعرف الكلام ده. هما بحاول عشان يصلوا الموضوع ده بشكل ايه كيف، لكن بشكل كيف ده نينا منتظرين ان نشوف. لا ليه، لا كل حاجة عليها صبر، نصبر عشان نشوف الدليل والحقيقة. لا ما في صبر يعني خلاص، يعني حتى في الدين يعني ناس بيقول لا ما كل الناس صابرين، إنا لا ما صابرين، يعني الكلام ده ما كلام فاضي، يعني لا كلام ما عنده معنى. يعني كل ما إنسان يصبر يشوف الحقيقة، والرب بره يكون معه. يا أنت عندك رب، يعني أنت عندك كل حاجة خلاص، يعني أنت عليه في الآخر هتنتصر. في الآخر أنت اللي تنتصر، المعول ربنا هو اللي ينتصر. المجرم ما مو ليس ينتصر، المجرم هيطلع كسران. أيوة مجرم هيطلع كسران الكلام ده. هو ده كلام عايز يخش دلوقتي، وكلمت شوية كده عشان الناس يعرفوا البرنامج توطين أمريكا هيستفيد للاجئ الافريقي. اذا اللاجئ الافريقي هو يعرف الكلام اللي انا قلته دلوقتي ده، لما هو فاهم هو حاول كيف. لا مثلا انت عندك اسرة، انت طلع نفسك امسج بره وكلمني بعد ما نوصل الاسرة هنا، وانت هتشوف البرة مكتب مفوضية البرة هو اللي عدو توطين، ولا اللي انت اللي هنا في مصر عدوك توطين. انت هتشوف هتقعد وتفرق البرنامج الامريكي ده بينفذوه وين كويس، وفي الاخر هترجع للكلام بتاعي ده، عشان انا عارف الناس ده كويس، انا عارف الناس دي كويس، اللاب بتاع من تحت للفوق انا عارف برضه. هما برنامج تعمل برنامج عبودية، برنامج تدمر الإنسان الأفريقي، وده غلط طبعا، ونينا فاهمين، نينا ما نسكت في ده. أيوه وهو ده الكلام عايز أقوله النهاردة يا أخوانا. أشكرك كتير، واللي بيسمع الكلام ده خليه يفكر كويس ويوزع لأخوانكم، وأنت وزع للتسجيل ده، وزع لأقرب أخوانكو عشان الرسالة ده يتوصل عليهم، عشان يفهموا برضو. كل ما أنت تفهم يعني أنت هتاخد قرار كويس، لأن أنت ما فهمت ما تعرف كيف تاخد قرارك، وفي النهاية أنت هتضيع. والكلام ده أنا مش عايزين، عايزين كل الأخوان اللي جينا لأفارقة يكسبوا، ما يكسروا لا. وماكو أكوكو ألفريد، مبادرة الأكوكو اللاجئين على فرقة رئيس.